في التقرير ده عايزين نشوف كمان ايه يعني سلسله ايه هنشوف تقرير كده عن حفلات استحدثتها دار الاوبرا المصريه واعمال لمؤلفي الموسيقى التصويريه والدراميه وده في المسرح الكبير. انا بحب قوي فكره لما يكون عندنا في المسرح الكبير يبقى بنسمع موسيقى، دايما بتمنى لانه البلد دي بلد موسيقى وبلد يعني الالات الموسيقيه موجوده في مصر منذ القدم، موجوده منذ الحضاره المصريه القديمه، منذ ال المصري القديم، فانت طول الوقت انت بتبقى قاعد مستمتع. وعشان كده لما مثلا بتروحوا تحضروا مثلا حفله الاوركسترا كبير او حفله موجوده في دار الاوبرا زي مثلا ما بتسمع الموسيقار عمر خيرت وتبقى الحفله فول هاوس زي ما بيقولوا او كامل العدد، والناس بدأت تنفعل مع هذا النوع. يعني أنا بتمنى أن احنا طول الوقت يبقى عندنا برضو مشاركات ونسمع، وبيحصل ده يعني بتلاقي في مسارح زي الأوبرا والجمهورية تلاقي مثلا حفلة ما بين تشيلو ومثلا وكمانجا، أو تلاقي بيانو في حفلات كتيرة للبيانو أو حفلات بشكل عام أو إيقاع، كان في حفلات للإيقاع لما يكون كمان فيها أوركسترا أوبرا القاهرة كلها، كل الحاجات دي بتبقى حلوة والناس بتستمتع جدا بيها لأنها نوع من أنواع الفنون الراقية. من الكورة للموسيقى إحنا كده في مزاج حلو علي، تعالوا نشوف هذا التقرير وأعود واستكمل معكم باقي فقراتنا لهذه الليلة، أرجوكم ابقوا معنا. يعني دي مفاجأة بصراحة، والحمد لله إن الجمهور، إحنا في أساتذة أسسوا الكلام ده قبلينا، أستاذ عمر خيرت على رأس كل الناس أسس الموضوع ده وأوجد جمهور يجي للناس اللي بتعمل الموسيقى مش أغاني. يعني أنا وزمايلي كلهم يعني كل الموسيقيين التانيين ده بالنسبة لنا حاجة جميلة جدا، وكنا يعني في متفاجئين بالجمهور وان الناس عايزه كده، وده في حد ذاته مؤشر حلو لينا. يعني اعمال خالد حماد اعمال رائعه مكتوبه بتقنيه جيده جدا، لانه خالد اللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش مش بس مؤلف موسيقي لكن هو دارس اخراج، ارتباط موسيقى بالشاشه وبالافلام بتاعتها ارتباط رائع. الموسيقى سهلة للمستمع العادي لرجل الشارع، لكن كمان مكتوبة بعناية شديدة للأوركسترا، فدي حاجة احنا كمهنيين بنسعد بيها لكن كمان هيسعد بيها الجمهور. موسيقى فيها ميلودي واضح، فيها بصمة واضحة، وزي ما بقول سهلة لرجل الشارع، ودي حاجة طبعا بيفتقدها موسيقيين كتير. اتأخر كتير كتير بجد، يعني احنا لما عرفت الخبر ان استاذ خالد اخيرا هيعمل حفلات في الأوبرا اتبسطت جدا، واول كلمة قلتها ان دي خطوة اتأخرت كتير، وبس سبحان الله يمكن ده التأخير ده كان جميل، انه النهارده عمل استقبال كبير قوي 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 لخالد حماد في الأوبرا، الناس كلها متشوقة جدا انها تسمع وتستمتع واستقبلوه بحفاوة فظيعة، فيمكن التأخير ده كان سبب من اسباب ربنا ان الحفلة تحصل فيها كده. هغني من ألحان طبعا أستاذ خالد، العملين اللي قدمتهم معاه غنيت معاه جاي على بالي، تتر مسلسل راجعين يا هوا مع النجم طبعا مدحت صالح كان لسه آخر رمضان، وتاني حاجة طبعا خاتم سليمان اللي أنا بعتبرها من الحمد لله من أنجح أغانيه. يعني مبسوطة جدا النهارده في حفلة الأستاذ خالد حماد، لأن أنا بحبه جدا من أيام طفولتي ومراهقتي، وكنت بسمع تراكات كتير ليه، وخصوصا يعني كموسيقى تصويرية أنا بحب قوي الفن ده، ويعني فنانين كتير كمان جايين من ضمن المبادرة بحبهم غير الأستاذ خالد حماد زي أستاذ أشرف زفتاوي وعادل حقي، ومستنية حفلاتهم بفارغ الصبر. أنا مبسوطة طبعا الحفلات دي في الأوبرا مرة تانية، مبسوطة أنه يعني رجعت تاني تبقى موجودة بعد فترة كورونا وبعد أوقات كتير صعبة يعني عدت هنا، بس يعني جاية أستمتع بكل الميوزك اللي هتتعرض. يعني طبعا في جمهور كتير، يعني الحفلة تقريبا كانت
كومبلي من اول ما التيكتس نزلت، وده مؤشر كويس قوي ومؤشر جميل، لان الناس دلوقتي بقى في ثقافه ان احنا ممكن نشوف مين اللي عامل موسيقى للعمل ده او للفيلم ده. فالموسيقى التصويريه حاجه هامه جدا، والناس بدات تاخد بالها من ده وبدات يكون في جمهور للحكايه دي، وده مؤشر جميل طبعا ان شاء الله يستمر ويتطور.